هذا وتأرجحت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في الأسواق العالمية نتيجة إعلان الولايات المتحدة تطبيق مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية في إجراء قد يدفع بكين إلى الرد برسوم مماثلة قد تشمل وارداتها من الخام الأمريكية. هبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم لنحو 76 دولارا و55 سنتا للبرميل مقارنة بنحو 77 دولارا و56 سنتا في تعاملات الأمس. يخيم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يلقي بظلاله على أسواق النفط بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية، وهددت بكين بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على واردات الخام الأمريكية ولم تحدد موعدا لذلك. للمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف من الرياض السيد محمد البيشي مساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصاد السعودية. سيد محمد أهلا بك معنا على شاشة أونلايف. إذن هل بدأ قرع طبول حرب تجارية ربما توصف بأنها الأكبر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ نعم أهلا بك وبالسادة المشاهدين. الواقع أنه إطلاق النار أوريدي بدأ وأصبحنا اليوم أو منتصف ليل أمس بعد يعني ما فرضت الولايات المتحدة بعض الرسوم على الواردات الصينية وفي إطار تزويدها ورفعها إلى ما يصل إلى نحو 200 مليار ريال على البضائع الصينية. اليوم الحرب التجارية هي يعني نستخدم هذا المصطلح بحكم عملي في الصحيفة الاقتصادية من 17 سنة، ولكن لأول مرة بالفعل نجد أنه هذا المصطلح دخل حيز التنفيذ وأصبح يمارس بشكل علني وبتأييد من دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بل حتى الاتحاد الأوروبي هدد بممارسة هذا النوع من الحروب. صحيح. الاقتصاد العالمي أو التجارة العالمية بشكل عام في مرحلة حرجة جدا، وهي عند حافة الهاوية إن صح التعبير. بعد أكثر من 4 عقود من المساعي بين دول العالم لتحرير التجارة والتبادل الحر للبضائع والسلع والخدمات بين الدول، اليوم هناك خطوات بالمئات من الخطوات للوراء بدأتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في نظرة حمائية تعتقد هي من جانبها، ويعتقد الرئيس ترامب وحكومته أنه لا يوجد عدالة تجارية بين أمريكا والأسواق الأخرى في أوروبا والصين، بينما يرى آخرون أنها رغبة من الحكومة أو الإدارة الأمريكية لترطيب أو تطيب خواطر المصنعين والتجار الأمريكان في الداخل واللي فقدوا المنافسة في بعض الأسواق بسبب طبعا تكلفة الإنتاج وما إلى ذلك، وأصبحت المنافسة مع جيم مثل الصين أو ألمانيا أو فرنسا أو حتى دول شرق آسيا مثل فيتنام أصبحت منافسة صعبة بالنسبة لهم. طيب سيد محمد، بالفعل إحنا اليوم أمام تفضل. بالفعل إحنا اليوم أمام مرحلة خطيرة جدا جدا من مفهوم التجارة الحرة العالمية، ونتصور إنه الحكمة قد تكون غائبة في المرحلة الراهنة. جيد إنه حضرتك ذكرت هذه النقطة. في الاقتصاد لا توجد قرارات فردية وأحادية، ومبدأ أمريكا أولا الذي من منطلق يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحول في هذه القرارات تحديدا إلى أمريكا وحدها، جميع الشركاء سواء كانت الصين روسيا دول الاتحاد الأوروبي كلها وحتى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية كلها من المفترض أنها تقف حائط صد أمام دخول قرارات الرئيس ترامب حيز التنفيذ، وغرفة التجارة الأمريكية نفسها أقرت بوجود خسائر سيتأثر بالاقتصاد الأمريكي في حال دخول هذه القرارات حيز التنفيذ. إذن ما الذي يعول عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هذا ما قلته عزيزتي، أنه على المدى البعيد لا يمكن التخلي عن مفهوم التجارة الحرة. أمريكا لا يمكن أن تتاجر مع نفسها، أمريكا عليها أن تبني علاقات جيدة ومميزة مع الأسواق الضخمة والكبيرة وأهمها السوق الأوروبية والصينية. ولكن في تصوري الشخصي أنه الرئيس ترامب يخاطب الداخل حتى انتخابات النصفية في خلال الشهور المقبلة أو كرسالة انتخابية، وهي واحدة من الوعود التي أطلقها في ديترويت أيام الترويج للرئاسة أو الانتخابات الرئاسية. ولكن ايضا اليوم في شيء مميز، انه اوروبا والصين هناك وجهه نظر واحده او شبه موحده تجاه التصدي لهذه الاجراءات، وروسيا كذلك، واعتقد انه هذا نعم وروسيا والعالم كله، لانه العالم اليوم جنى فوائد التجاره الحره بعد ما كانت السلع الامريكيه تباع
في السبعينات والثمانينات على سبيل المثال، آلات الأجهزة الكهربائية والتلفزيونات غيرها تباع بآلاف الدولارات أو مئات الدولارات، اليوم تباع بعشرات الدولارات. والسبب الرئيسي هو فتح الأسواق وخفض التكاليف والتجارة الحرة، هي من ساهم في نشر الطبقة المتوسطة في العالم وتغيير مفهوم وثقافة التجارة. لذلك أعتقد أنه من الصعب التخلي عن هذا المفهوم، رغم أنه الضرر حيكون على المدى القصير، يعني حتى سيطال أسواق أخرى غير الأسواق الصينية والأمريكية، وأنا أتحدث هنا عن أسواق الأسهم العالمية وأسواق النفط والمعادن والسلع. شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف من الرياض السيد محمد البيشي، مساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصاد السعودية.